بلاد الشام. Belgian police have raided 4 dozen homes in their search for potential extremists who recruit young people to travel to Syria to join rebels fighting the government there. بيخلي انا ضد بشار هو عيني شارون الاسرائيلي اذا بيجي لعندي وبيخلي انا يا ابو فادي ضد بشار هو عيني. انا طارق محمد الغدا مواليد 1988. هلا بعد ما صارت حرب سوريا، بعد الحرب على سوريا شنيت بعض دول عربية وغربية صارت تبعت المسلحين على سوريا وسووها حرب طائفية. ما يصير بسوريا يعني أكتريتها هي حرب إعلامية ضالة على سوريا. نحن الآن في منطقة القاهرة، في منطقة الخالدية شارع القاهرة، نقوم بإحكام طوق على المسلحين من جميع الجهات، وبإذن الله سنقضي عليهم ومنصورين. هذه النيران نيران صديقنا، تابع عمل. النساء نعم، هذا هون خط الحرب، خط الالتحام مع العدو السلفي الارهابي. السلفيون الان محاصرين، السلفيون محاصرين من جميع الجهات ويستنجدون بالدول الخائنه في الخارج لايصال الامدادات لهم، ونحن باذن الله نحكم السيطره على هذه المنطقه، منطقه الخالديه. الآن كم شهيد في؟ العدد تقريبا بين 5 و7 شهداء موجودون في الداخل في أثناء الاقتحام باتجاه المسلحين. نعم. أنت تنتظر في مقاتلة؟ أكيد نعم، نحن ننتظر القيادي والمجاهدين لإعطائنا الأمر في التقدم، ويوجد منهم الكثير من القتلى والأموات هم الإرهابيين، يعني بين قوسين فطايس. أنت قبل الحرب شو شغل؟ العمل؟ كنت أعمل سائق شاحنة، كبيرة، والآن مجاهد في سبيل الوطن، سبيل الأرض. والله أنا الصفحات لما أفتحها هي صفحات المقاتلين الغرب والمرتزقة اللي عم تيجي على سوريا. هذا واحد تونسي عم يعطي فتاوى للمجاهدين، بيسموا حالهم يعني مجاهدين بسوريا ويقتلوا إخوانهم، إنه كيف لازم يجاهدوا ويذبحوا ويقطعوا بسوريا. وهذا غير ولد يعني غير ربيه وفوتوه على سوريا وتركي، تركي الاصل. الارهابيين في مكان؟ الارهابيين بهذا البناء. سنرى اشياء جديده. كم شهيد يوجد؟ اثنين. اثنين، بتعرف اسمائهم؟ اسمائهم لا، مع المجموعة الثانية. المجموعات الثانية. ليه هنيك؟ أي متى استشهدوا؟ ثلاثة أيام. ثلاثة أيام، ثلاث أيام يعني. اليوم الرابع. اليوم الرابع، اليوم الرابع. في الشهيد اللي على الباب هنيك. شفناه هذا. شهيد وشهيد بابه. ايوه. اثنين يعني خمسة مرضى ما نسحبهم. ايه في كمان في واحد كمان اخذوه. سحبنا واحد عيش وواحد واحد عيش. ايوه. في واحد سحبوا الشباب بالليل. كويس. الشاحن البيضاء ما؟ حاولوا يسحبوا سلاح المسلحين، حاولوا يسحبوا سلاح النائي من هون من جهة اليسار. ايوه وتحت المخزن. هلا انت على اليمين صديق. يمين صديق. يمين الشاحنات صديق. باتجاه الشاحن الصفراء. ايه صديق. هونيك يوجد صديق. ايه صديق. يسارك يسار مسلح. يسار مسلح. ايه. اسمي أيمن داود ملاح، مواليد 88، بشتغل على البحر بالصيد، وبس ارجع من شغلي بيجي بعاون ابوي بالمحل نجارة موبيليا، وقت الدفاع الوطني شكلت من حوالي شو سنة لحماية هالبلد، لحماية المواطنين. شفنا المسلحين هجموا على المشافي، هجموا على الدوائر الحكومية، هجموا على المؤسسات، الخطف، صاروا يخطفوا الأطفال، صاروا يذبحوا العالم، ما تركوا حدا، صاروا المية بندياتهم عم بيذبحوا فوريا، ما تركوا مؤسسة، ما تركوا مشفى، كلها تفجروا ودمروا. واليوم الخامس بدي هدف اربطه عليه، اليوم بعد ما بربط من يوم بعد لا اجل اشدوا الاشياء، بدون نجيب لهم المطعم، كل واحد مجهز، الثاني وين وصل الثاني جاف؟ ليه هون هون انتوا شغلتوا واحد هون وواحد دوشتا فوق المربط هذا من الشارع لتحت، ما حيطلع لا يمين لا يسار. يا محمد يا معلم يا محمد بالاربع ايام لك ايه شو بدك هلا؟ شو بس فهمني، بدك تنسحب روح انسحب. ما بدي انسحب. لكن شو بدك؟ انا لي اربع اخي والله عرفان لك اربع ايام، على عيني وراسي كنت ما حدا جاب لنا لا اكل ولا شرب ولا مي. ولا شيء، شو؟ طول بالك هلا، طول بالك هلا. لا اله الا الله. دوشكا عيط لي محمود دوشكا. بعد انه دوشكا بعد اذنك خلينا ننزل نجتمع تحت. انت مدى ما عبت الدنيا بالدخان ناخذ امر الهجوم. نحن صعب عندنا، ليش صعب عندنا؟ لأنه ما في اللي يطلع هيك على الكتل، بده يضطر نفع على اليمين. هذا اسمع وسع 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 يلا خلص افتح افتح نبيل. شبابنا وين راحت؟ مفتوحة 4 شادي شادي وين راح؟ بنحسن نسحبها. يا زلمة انت بدك تشوهنا. كنت اعمل في فرن مسرخه كمهندس، والحمد لله كان راتبي قوي كثير، يعني كنت اطلع الصبح الساعه 8 انزل ارجع الساعه 2 والحمد لله رب العالمين، واشتغل عدا على الهندسه جوا بالفرن. كان عندي محل خضره برا الفرن واسترزق منه. طبعا ما كان في داعي اني انتسب لاي نوع من الجيش العربي السوري، لانه الحمد لله رب العالمين كان الله مفضل وعاطيني اكثر ما بستاهل. بس لما تأزمت الامور ووصلت لمرحله انه خلص سوريا رح تخرب، سوريا بحاجه لالنا، ما رح استنى انا المسلح يجي يقتحم بيتي بمحل مقاعد انا ان كنت باللاذقيه ولا ان كنت باي محافظه، استنى لي يقتحمني او استنى لي يهجرني لروح دافع عنه، لا انا بسبقه. لهيك عندي دوافع كثيره انه اتطوعت بالدفاع الوطني لدافع عن بلدي واحميه بس وعده، والحمد لله الله حقق لي وطوعت والحمد لله مبسوط كتير. اجى لعنا الخينال وقال شباب انتم جابونا على اساس بدنا نقتحم ونرجع نتقدم، خلونا تثبيت نحن مهام خاصه. قال لنا مهمتكم انتم في شو اسمه مصابين وشهداء بتجيبوها. قلنا له ماشي. جبنا اول جريح، جبنا هذا اول جريح، شفناه المحناق قلنا له قرب الخينال ولا قدامه ولا اسحبه. عمل هيك طلقه وعمل هيك باروت والله العظيم بديل قرب خير بطحنا على السلم. بعدين شباب يهنون حافرين جوار فرديه، جوار عماية متر ونص، يعني بيطلع على مستوى الارض بيرمي. عين الواحد 10 على 10. وين في طلاقيه؟ وين في حفره بتشوفها رميه؟ والشريه لو على السبعه والثامنه اذا بدك. يا مهدي يا دغري بدك على الثالثه، بدك على الثالثه اعطيك. لا ما مهدي بدك على بس. ابو بلال. نعم كيفك سيدي؟ اهلا وسهلا اخي، ميت اهلا وسهلا علينا. نحن بهمنا كل نطمئن عن حضراتكم بحق الانسانيه، بحق الجيره، بحق العالم الحر. اسرائيل يعني ما واقفه مع الشعب نهائيا، وهذا الشيء ما له مصلحتها. يعني الان لو يطلع وزير او مسؤول اسرائيلي يتكلم لصالح الشعب لو كلمه لتلاقي الشارع يتغير. أنا شخصياً وبعض الوزراء اللي في الآونة الأخيرة عم نحكي عملاء في الإعلام بحقهم يعني. هي إحدى القنوات الإسرائيلية وهي القناة الثانية. بالطبع نحن كإسرائيل تعرض لنا مجيء ما فعلناه ببساطة عميل إسرائيلي. أفراد سوريون قاموا بتهريبنا إلى الداخل. طبعا هذا العميل ما يحكي إنه لو وضع يده بيد شارون، وضع يد بيد بشار، فهو عيني. قبل كل شيء كنا نريد التعرف إليهم، من هم هؤلاء الأشخاص الذين طبعا هذه القناة عم تعرض هذا العميل شو عم يعمل. بخلي انا ضد بشار، هو عيني شارون الاسرائيلي اذا بيجي لعندي، وبخلي انا يا ابو فادي ضد بشار هو عيني. انا اسمي فراس محمد صبو، مواليد 1985. انا ورثت هذا البيت من الوالد، والوالد ورثه من والده، يعود يعني عمر قديم. وأنا بشتغل هون في الأرض، ومن أشهر من أول بدايتها انضرب الموسم بشكل على الأخير. لا في أسواق تصريف للخارج ولا في شيء، بقي الموسم على الأرض، كب كله على الأرض. يعني الأقوى الرابح الوحيد في الشغلة هي إن هي أمريكا عم تبيع سلاحها حتى تزيد، يعني حتى تزيد شو اسمه الأموال الإله عن طريق بيعة الأسلحة إلى قطر والسعودية، وإرسال وتجنيد الأشخاص وإرسالهم إلى سوريا والقطار. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا. انطلب على الاحتياط ولبى النداء، خلال 24 ساعة كان ملتحق، وبعد من التحاقه بشهر اجانا نبأ استشهاده. كيف كان حياة كيف رعى الجيش، اجباري ولا الزامي؟ لبى نداء الوطن احتياط مدني، كان قاضي خدمته الالزاميه، وصار له 3 سنين متسرح. وقت اللي انطلب على الاحتياط التحق مباشرة، من اول ما سلموه تبليغ اتصل من شعب التجنيد قبل ما يوصل منتظر يوصل على البيت ليضب اغراضه، اتصلوا ضبوا لي اغراضي ومشي خلال اقل من 24 ساعه. الله اكبر الله اكبر. دخيل رب محمد. خلينا على الطلاقه. خلينا طرب ولا نربط الطرب؟ طرب تعال. استنى انت بشوف. تمام فينا نربطه؟ ايه 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 خزي ورقني بجري. روح يا عدنان بقي حيلك. ما عليك لك لا 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 يلا عادي. يلا روح خذ البتاع تعال نساعد روح انت عايزهم شيء؟ شادي 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 على النص بيناتهم بعدين على 18 قول له خلص تاريخ ورواش شوي قول له عاد ما نجي نصير سوا لحظة حط 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 عليه عليه لك طلعوا معه طلعوا معه لحظة خليك خليك على عيني حط 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 يجي بواقف هون هالقد وقت ممنوع بقى يقرب لهون لو شو ما كان بضل حالك لأنه الوضع عم يتعب من عندي على الكاميرا أنا حاطط كله وكله عليه أنا عم بتحدث طبعا انا خلقت بسوريا والي الفخر اني خلقت بسوريا. طبعا كل الناس كانت يعني كلنا بشكل عام اخوه. قبل هالاحداث هيدي كنا عايشين ومبسوطين، يعني كنت انا اطلع الساعه 4 بالليل، يعني كان في امان. الساعه 4 الصبح بالليل طالع بالشارع، العالم بالشوارع عم تتمشى، عم تروح، عم تيجي، الكل كان بحب بعضه، الكل كان بغرق على بعضه، كلنا اخوه، ما كان في تفرقه، ما كان في شيء. فجأة بليلة ما فيها ضوء دخلوا علينا هالمسلحين وما بنعرف من وين الله بعتهم لعنا، قلبوا لنا حياتنا لجحيم، قلبوا لنا حياتنا 180 درجة. وبلشت الأحداث، عصابات مسلحة ترعب المواطنين وصارت تبث التفرقة، وحاولت لبث التفرقة الطائفية طبعا، بس بإذن واحد أحد ما بيطلع لي. يعني لأنه سوريا وإيران والمقاومة بوجه إسرائيل، فحاولوا ضربوا سوريا، حاولوا يفرقوا بيناتهم. طبعاً نحن بالدفاع عن الوطن ناخذ قدوتنا، ومثلاً على المقاومة بلبنان قيادة سماحة السيد حسن نصر الله، مثل ما هن قاوموا الإرهاب عندي الإسرائيلي والطغاة. شادي فاضل من حمار قبل الأحداث كنت أشتغل سائق. رئيف حسن كنت أشتغل عامل عادي. يلا خلصنا يلا جماعة 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 بعد يا حبيبي حبيبي عامل عدل ولق من منقسم الارهابيين. يلا المقاطعة يطلع الدفاع. في دفاع؟ ايه؟ يلا 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 كان عندك يلا يلا عندك قطع يا علي يا علي يلا يا علي تفتوا لموضوع الكفر يا شباب. هذا العمل نحن نازلين وان شاء الله كنتم بحكم الشهداء. رجعت انت شهيد، اخذت مرتبه الشهيد. أنا طارق محمد الغدا، مواليد 1988. هلا بعد ما صارت حرب سوريا، بعد الحرب على سوريا شنيت بعض دول عربية وغربية صارت تبعت المسلحين على سوريا ولو سووها حرب طائفية. ما يصير بسوريا يعني أكتريتها هي حرب إعلامية ضالة. سوريا. نحن الآن في منطقة القاهرة، في منطقة الخالدية شارع القاهرة، نقوم بإحكام طوق على المسلحين من جميع الجهات، وبإذن الله سنقضي عليهم ومنصورين. هذه النيران نيران صديقنا، تابع عمل. النساء. نعم هذا هون خط الحرب، خط الالتحام مع العدو. هذه بلاد الشام. Belgian police have raided 4 dozen homes in their search for potential extremists who recruit young people to travel to Syria to join rebels fighting the government there. أنا شارون بخلي أنا ضد الشارع وعيني شارون الإسرائيلي إذا بيجي لعندي وبخلي أنا يا أبو فادي ضد بشار وعيني.